قلنا ان احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وايضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو او قوات من الامم المتحدة او قوات عربية امريكية زي ما انتم عايزين. انها تكون في قوات امميه او من الناتو او قوات عربيه تضمن امن واستقرار كل من الشعب الاسرائيلي والمواطن الاسرائيلي